الحين عندنا موضوع الذهب اللي مبلش كورونا هو الوحيد. توني قلت لك انه مرتفع الذهب. اي مرتفع بشكل خيالي، انا كل يوم اتابع بصراحه، انا من الناس اللي احب يعني صايره هالفتره احب ان انا فلوسي تكون يعني على الذهب، يعني بالنهايه هو الذهب زينه وخزينه مثل ما يقولون. فارتفاع شيء مو طبيعي. انا شنو قلت لك قبل شوي يا جماعه، مريت سوق الذهب كان عندي شغل هناك. ما شاء الله تبارك الله متروس المحلات، الكل يعني قاعد يبيع، والله ما شاء الله شفت حريم وايد قاعد يبيعون ذهبهم. ما ادري على قولتك انت ارتفاع جبار تحديدا السنه هذه، ما نعرف سالفه الكورونا. شوف ان شاء الله يكون ارتفاع، ما يكون انهم يكونون في حاجته بشكل كبير. يعني بصراحه انا يوميا اتابع، مستحيل ما طحن 15 دينار جرام ال 21. وين تتابعين؟ اي موقع تشوفين الفيس؟ الموقع الرسمي. الموقع الرسمي انت تشوف؟ لا مو موقع الذهب. اعطيك اياه بعد لحظه. الكيلو كم وصل؟ الكيلو كم وصل؟ وزاره التجاره اي يطلع لك الجرام مثلا ال 21، جرام ال 18، جرام ال 22، يعني بارتفاع بشكل خيالي في هذه الفترة. ما يندرى يمكن في الأيام الجاية ممكن هي تقل أو لا. وعندنا تقرير بعد، عندنا تقرير عن الشحنات مالت الذهب، إيش رايش نشوفها؟ خلينا نشوفها مع بعض. أعطونا إياها. قسم المنافذ تابع لإدارة المعادن الثمينة استمر في العمل في أزمة كورونا لارتباطه في إدارة الجمارك. استعنا في موظفين مكلفين من إدارة المعادن بالإضافة إلى موظفين نوبات للمساعدة في إنجاز الأعمال في فترة توقف العمل. القسم مسؤول عن جميع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وجميع الأكسسوارات والساعات والمسابيح الواردة من الخارج عن طريق جميع المنافذ الخارجية. بالفترة من 1/3/2020 إلى 18/7/2020 تم تحصيل رسوم 147 ألف عن كافة الأعمال المنجزة بالقسم.